عشبت تمشن الإخوان، علاج مصفر وفقر الدم والتهاب الكبد الفيروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يونس حمداوي ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة سلسلة تعريف بالأعشاب المغربية. اليوم جبت لكم عشبة اللي كتعتبر من النباتات العطرية واللي كتستخدم في عدة علاجات وعندها بزاف ديال الفوائد. لها أسماء مختلفة على حسب المنطقة وعلى حسب اللهجة. مثلا في المغرب تعرف بعشبة التبش، باللغة الأمازيغية كتعرف بعشبة التشيرة، وباللغة العربية عشبة الكاشانبرا. التبش هي عشبة مغربية والقليل اللي عارف الفوائد ديالهم. كما سبق لي وذكرت كتعالج بصفير فقر الدم وفي نفس الوقت كتقوي الجسم بشكل عام، تهدئ الاعصاب وكتخلص من الارق. في نسبة السكر كتوقي القلب من الامراض والجلطات وفي نفس الوقت كتعزز المناعة. قبل ما ندوزو طريقة استعمال هذه العشبة بغيت كلشي يخلي لي تعليق على هذا المحتوى، بغيت التشجيعات ديالكم او الانتقادات ديالكم، كذلك التعليق بشأن الوصفات او الاعشاب المغربية اللي بغيتونا نسجلو ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. تختلف على حساب الغرض، يعني علاش بغيناها. عموما الطريقة الصحيحة هي غناخدو حوالي 100 غرام من عشبة التبش، العيدان ديالها والاوراق والزريعه، طبخوهم لمده نصف ساعه في لتر من الماء. غادي نبقاو نشربوه في بلاصه الماء مره منين جينا نعطش نشربو هذاك المنقوع او هذا المطبوخ ديال عشبة التبش في بلاصه الماء. من احسن الاعشاب اللي مغربيه، فيها بزاف ديال الفوائد وما كيهضروش عليها بزاف ديال الاخصائيين، بزاف ديال يعني الناس العشابه. داكشي علاش قررت ندير هذا الفيديو. اللي عجبو يدير هذا الفيديو يدير جيم ويدير تعليق يشجع هذا المحتوى. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم، احبكم.